معانا الأستاذة دعاء من الغربية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في فضل ونعمة. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين بس بعدين. اتفضلي. ايه انا جوزي متوفي وكان بايع بيته ومديني الفلوس ورحت اشتريت بيت تاني، هو له ابوه عايش وابنه ولو ابن من زوج الاولاني. تعالي بس نقول بس، انت الفلوس اللي انت خدتيها هي فلوس الميراث ولا هو ادالك طيب الفلوس قبل ما يموت؟ احنا كنا بايعين بيت وبعدها 4 ايام هو كان سايب الفلوس معاه وبعدها توفى والفلوس كانت معايا. لا معلش، هو مديلك الفلوس دي، مديلك الفلوس دي على سبيل الامانه ولا مديلك الفلوس دي لا ان احنا هبه؟ لا احنا عينينها عشان هنشتري بيت تاني. يعني هو ادالك الفلوس دي وقال لك الفلوس دي هنشتري بيها بيت تاني. ايوه هنشتري بيها بيت تاني وهو مديها. ولا قال لك يا دعاء الفلوس دي بتاعتك وبيشتري بيها بيت تاني؟ لا. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ دلوقتي انا رحت لاخواته واخواته كم مره عشان الحق ما يعني ايه مش لاقي حد واقف معايا، كل شويه يقولوا ماشي ما يدوش، قمت رايحه شاريه بدال كان. انا عارفه ان هم لهم حق، ابوه لسه بس وابنه له حق. يعني انت رحت اشتريت البيت؟ اشتريت بيت تاني. يعني انت رجعت قلت لهم تعالي نقعد مع بعض عشان عندنا شويه فلوس عشان نقسمها؟ ايوه. فايه اللي حاصل؟ فما حدش جه قعد. ما حدش جه خالص. فانت رحت انت منك لنفسك كده، رحت شاريه البيت وكأن بتعملي بواسطه زوجك. ايوه انا مش لاقي حد يقف معايا يا شيخ، وانا ولاد صغيرين معايا 3 لسه. طيب صغيرين. واحده واحده بس، واحده واحده. انت معاكي اولادك الصغيرين؟ ما اولادك الصغيرين دول ليهم في الميراث. ما انا عارفه ليه، عمر واسماء ودعاء اكبر واحده عندها 10 كويس سنين. انت عندك اولاد صبيان وبنات، وانت كنت هتاخدي عشان الاولاد موجودين هتاخدي التمن وبعد كده الاولاد هياخدوا متعصبين كده. ايوه. فانت دلوقتي اللي انت عملتيه ده مش صح. ايه؟ ايوه. هو في اولاد من ست تانية؟ ايوه لهم الولد. طب ما دول كلهم الولاد دول هيتجمعوا ويتعصبوا ويبقى للذكر مثل حظ الانثيين. لا هو الولد من مراته الاولانيه وانا معايا 3 وابوه عايش، انا عارفه ان ابوه السدس وابنه طيب. زي ابنه. تعالي بس نتفق بس ان التصرف اللي انت اتصرفتيه ده ما كانش صح، لان الفلوس اللي سابها معاكي ابو العيال الله يرحمه ربنا يجعله في فسيح الجنات، الفلوس اللي سابها لك دي تحولت فلوس الورثه بمجرد ما هو ارتفعت خرجت روحه من جسده. فعلى طول بقى هو ايه؟ بقت الفلوس دي بتاعت مين؟ بتاعت مجموعه الورثه دول. ايوه. خلاص؟ ايوه. فابوه وارث وانتي وارثه واولاده وارثين، كل دول ورثه. ايوه. فما ينفعش كنت تتصرفي في ده. اما انك انت تصرفتي في الفلوس دي فهم حاجه من اتنين. ايوه. لا اما نبيع ده ونرجع لكل واحد حقه. ايوه. او ان هم يبقوا شركاء في البيت دوت لو قبلوا بحسب حصصهم. يبقى عيد تاني. اما نبيع البيت دوت ونوزع عليهم اموالهم لان ده فلوسهم، او ان هم يقبلوا ان هم يبقوا شركاء في البيت ده. كون اولادك صغيرين ما هم ورثوا في هذا المال اللي انت رحت اتسرعت واشتريت البيت دي. لا انا عارفه يا شيخ ان هم لهم حق وحق ربنا، انا هديهم كل واحد حق، بس انا سامعه ان انا المفروض ليا قايمه اطلعها. بصي يا استاذ دعاء، عشان بس نكون واضحين، انت سواء كان ليكي قايمه او سواء كان ليكي كذا دول ده دين، الدين دوت يتاخد من الامر دوت اذا كان هو موقع على القايمه دي وفي شهود عليها والقايمه دي موثقه بتبقى جزء من المهر تاخديه زي بقيه مؤخر مهرك. لكن احنا دلوقتي المساله مش كده، المساله ان في بقيه فلوس. الفلوس دي انت اتصرفتي في فلوس الورثه من غير ما ترجعي لهم. ايوه. وده مش من حقك. انت عملتي ايه؟ قلت الناس دول هيضيعوا حق ولادي، انا اضمن حق ولادي عشان ده فيه زوجه تانية، في عيال من زوجه تانية، فكده المساله دي وانا عايز امن ولادي يلاقوا بيت يسكنوا فيه بدل ما نترمي في الشارع. ايوه. مش انت قلتي كده؟ لا انا قلت اشتري بيت وابنه يجي يقعد معانا، مش يبقى له مش حق زي مش ولادي. من حق حضرتك ان انت تتصرفي في مال مش مالك. فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه بسيطه خالص، احنا هنسال الناس انتوا ليكم حق في ده؟ تحبوا تاخدوا فلوسكم نبيع ده وتاخدوا فلوسكم ولا تبقوا شركاء معايا في البيت ده؟ مش هم يورثوا في المبلغ اللي هو سايبه يا شيخ؟ ايوه طبعا هيورثوا في المبلغ، بس انت ما تجيش اسمعي بس يا استاذ دعاء، ما انت دلوقتي حابسه اموال الورثه، انت حابسه اموال الناس،
فاموال الناس عندك دي، لو انت هتقولي لهم طب ما انا ادي لكم فلوسكم اقساط، لو هم مش عايزين اموالهم اقساط ده حقهم. ما تجيش تقولي على فكره الفلوس دي ليكم عندي وهندعى لكم اقساط، مش من حقك تحبسي اموال الناس. يعني هو دلوقتي هم ليهم اموال مال عندك، ما ينفعش تقولي له ايه لا يجوز ان انت تاخريه. طب هو لو وافقوا، لو وافقوا خير وخير وبركه وتعطي لكل واحد فيهم اموالهم، بس لو ان هم ما وافقوش لا يبقى من حقهم ان هم ياخدوا فلوس دلوقتي، لان احنا دلوقتي المال ده لو ان هو ما وافقوش يبقى انت غصب المال ده بتاعه، فلازم ترجعي لهم اموالهم عشان ربنا سبحانه وتعالى. طب اذا قبلوا ان هم يتاخروا خلاص، بس ده يحصل بعد ايه؟ بعد الفرز والتجنيب وبعد حساب دقيق لكل ما يستحق واحد بكل مليم، عشان تخرجي من انك انت تاكلي اموال الناس بالباطل. نعم.